الصوت كيخلق فين دار لي مخزن حتى الأمل أيكون أفضل نبقى في السبالة نبقى في شو مخزن بالجد هذا منه مخزن منه بولا القشدة نبقى تساكم العكسة تحية القوة المساعدة خليك مرة وبنتك طامع فيا عليك تقول لي ما ترقاتش واش حرام تدخين كمقتصين كمشرش لا ما ندعيك ويتحققك الفلوس لا بالنسبه لي انا السلام عليكم بعدا بالنسبه لي انا طريق قهوه وحليب واحد الثنائي اللي ديجا خدموا على راسهم شحال هادي ومزيان الحمد لله انهم فكروا انهم يديروا واحد الشاو في مدينتهم مدينة الام اللي دعمتهم هو الداعم الاساسي الاول وبمجرد ما قالوا لي ما سميتوا النداء حاولت نبي لهم النداء والحمد لله داز الشاو ديالهم نص جميل جدا انا فعلا كيف ما كنقول لك انا الثنائي هذا انا من المعجبين ديالهم والحمد لله كان لي الشرف ان نشاركهم اليوم هذا الحفل هذا بصير اخويا العزيز لان لي زيفيرمون اللي يكونوا في المدينه الموفمون راه طبيعي اوتوماتيكمون كيعاول يهز سميتو المجال الثقافي شويه لحقاش كيف ما عرفتي الا كان داك الركود اوتوماتيكمون راه المدينه تتهضر ملي يكونوا لي موفمون بحال هاد الحفلات بحال هاد لي سبيكتاكل اللي كيحاولوا الدراري فئه الشابه انها كتديرها ولو ما كاينش شي دعم اللي كيكون 100% ولكن على الاقل ملي كتحاول هذيك الفئه الشابه انها تخدم على راسها وتحاول دير واحد سبيكتاكل بهذا النوع هذا وبهذه الجوده هذه سي ديجا با مال بالنسبه للمدينه وسي ديجا با مال بالنسبه لهاد الجوج هادو اللي كيخدموا على راسهم اللي عجبني في هاد الثنائي هادو انهم هذوك دو زون ديال الكورونا ديال جائحه كورونا ما خلاتهمش انهم وقفوا بالعكس كانت واحد الغيبتور باش وجدوا دي شاو ما نقولش لك انا شاو واحد بزاف لي شاو اللي خدموا عليهم وتبارك الله باقي جاي عنده شي حاجه اللي زوينه بزاف كنتمنى ان الناس انهم يدعموهم بزاف وهذا في حد ذاته راه انطلاقه لهم المسيره ديالهم المشاركه ديالي انا ما شاركتش مع صحابي شاركت مع خوتي وبالنسبه لي نلعب معاهم بروميير باساج لي الشرف على انني نلعب معاهم ولي الشرف على انني نلعب في مدينه اسبي اللي ثاني مره كنلعب فيها البيبليك ديالها زوين العرض كامل داز الحمد لله زوين وشكرا واش غنقول الناس ديال اسبي غنقول لهم شكرا بزاف على حسن الاستقبال ديالكم شكرا حتى كتلاقوا معنا في الشارع وكتدعمونا ديما وكتفرجوا فرحتوا اليوم بزاف بهذا الحضور ديال الناس عاود السؤال زعما فرحكم اليوم الحضور ديال الناس كتحسوا براسكم ان الجمهور دعمكم شويه معلوم لارتيست اخص الكوميديان فاش كيكون طالع فوق الروح خصو يكون البيبليك كاين الا ما كانش البيبليك ما كاين والو ما كايناش الموتيفاسيون يعني الموتيفاسيون ديالنا حنا هو البيبليك هي باش كنعيشو رسالة أخيرة ولا كلمة أخيرة والحمد لله العرض داز زوين كنبغي نتمنى الناس ديال الأسفي يدعموا هاد قهوة وحليب هاد الثنائي قهوة وحليب كيديروا شي حاجة اللي خارقة العرض ديالهم داز زوين بحكم البيبليك كيفاش تجاوب معاه كنتمنى إن شاء الله هاد العرض يدار في المغرب كامل لما لا علاش حتى هما ما يديروش عرض ديالهم في المغرب كامل وياخذوا دعم من وزاره الثقافه لان حتى هما محسوبين على لي زارتيست علاش لا ما يمشيوش لعند الجاليه المغربيه ما بقيناش بغينا نشوفوا غير واحد الوجوه بغينا نشوفوا بزاف ديال لي كوميديان اللي ما كيبانوش وكيكونوا زوينين ما كيشوفوهمش الناس كيبقاو غاديين على الاتجاه حتى كيتمحاو واش غنقول لك ما شكرا للناس ديال اسبي اذا متابعي اسبي جود اليوم عشنا جميع العرض الكوميدي نص اللي جمع طارق وبدر اللي غابوا على الساحه الفنيه من بعد سنتين ديال التوقف كانت اسباب كانت الجائحه ديال كورونا
كانوا بزاف الحوايج اللي خلاو طارق وبدر اللي معروفين بقهوة وحليب انهم يغيبوا شويه على الساحه الفنيه. اليوم عشنا معاهم واحد العرض كوميدي اللي نقدروا نقولوا انه هو عرض كوميدي كان رائع، عرف حضور كبير، التذاكر تباعوا كلهم، دخلتوا الحمد لله صريفه في هذا الشيء. انت دابا كدوي على الصرف ولا على العرض؟ علاش باغي تدوي؟ المهم متابعي اسفي قود، اليوم عشتوا معنا سبيكتاكل ديال قهوه وحليب، نخليهم يتكلموا شويه على العرض، كيفاش جات الفكره ديال العرض، كيفاش قرروا انهم يرجعوا للساحه الفنيه من بوابات مدينه الفنون. نبداو معاك طارق ونبداو مع بدر. سهل دوز من خير الامور اوسطها. طارق كيفاش جات الفكره ديال النص؟ خير الامور اوسطها. قدوي للوسط. قدوي. كيفاش جات الفكره ديال النص؟ اولا السلام عليكم وشكرا لكم بزاف، شكرا للبيبليك ديال اسفل اللي حضر. الحمد لله بقات 3 ايام التذاكر ما بقاوش، لعبنا العرض بشبابك مغلق الحمد لله، كان حضور ديال الجمهور بصراحه انا ما كنتش كنتصور ان النوبه الاولى بحال قمرنا عليها، والحمد لله ربي جاب تيسير. ولكن بعد الخدمه وبعد العذاب، شوف مني شي حاجه كتبغيها وكتخدم كون اكيد ان ربي غيسهل عليك. درتو مجهود في هذا العمل، مجهود كبير، لان منك الاورغانيزاسيون، منك العرض، منك كل شيء. هذا تحدي خديته انا مع نفسي، لا انا ولا بدر خدينا التحدي، معنا ايكيب دراري اللي كيجروا حتى هما وتيخدموا، كدراري ديال التصوير اللي كانوا كيخدموا معنا، كريم جبرال فينا، كان جبرال خدم معنا في الاستوديو بشلا حوايج، يعني الحمد لله. الطريق ما غاديش نطول عليك، غادي باختصار بغيت التقييم ديالك من بعد الحضور ديال الناس. شفتي الناس اللي حضروا اليوم؟ شفتي الارتسامات ديال الناس؟ شنو باش حسيتي؟ كتحس بان داكشي اللي درتو، المهمه اللي كانت عليكم اديتوها على كامل الوجه، كاين نجاح ديال العرض؟ انا المهمه اللي كانت عليا ملي طلعت دوزت جوج دقائق بالحساب، بالي بنادم تيضحك ارتاحيت الحمد لله. مع البداية بنادم بدا كيضحك الحمد لله. يعني عامين ديال الغياب ما شدكمش لضحاك في الاول؟ لا بالعكس، هذا السبيكتاكل لعبنا به ولاد التيمه، ولعبنا به قادير، لعبناه من وراء، ولكن قررنا ان نرجعوا نلعبوا في اسفل، نلعبوا في المدينه ديالنا باش نشوفوا اشنو الجمهور واش غيتجاوب معنا ولا لا، والحمد لله راك شتي كل شيء. غادي نخليك ورجع لك ناخذ كلمه اخيره اللي بغيتي توصل. بدر كيف جاك العرض ديال اليوم؟ كيف شفتي ارتسامات ديال الناس؟ الناس عجبهم الحال؟ ما حضرتش. عاود لي اش وقع. كيفاش جاك؟ والله انا كان في واحد الضحك اللي ما كانش، ولكن فاش طلعت فوق الخشابه راه ملي كنشوف عائلتي تقريبا كاع الناس اللي كنعرف جاو حضروا، يعني هذا راه بحد ذاته راه واحد الحاجه اللي زوينه. والحمد لله الجمهور ديال اسفي والعائله كامله عجبهم السبيكتاكل. شنو نقول لك، ما كنتش كنتوقع انا ماشي توقعوا انكم غتنجحوا ولا حيتاش هذه وقلا اي فنان كطرالي، يعني ملي كيكون قبل ما يكون عندك سبيكتاكل ديما كتقول واش نقدر نرضي الجمهور، واش نقدر ندير هذه. ولكن الحمد لله العرض كنقول لك داز 100% رائع. انا فرحتو فاش شفتوا الناس عجبها الحال. واحد السؤال ما عرفتش شكون غيجاوبني عليه، غبرتوا واحد الوقت كيقولوا الناس انكم تفرقتوا ما بقيتوش بجوج، كيفاش شنو شكون غيجاوب على هذا الشيء؟ انت اللي جاوب. اييه كنا عامين كوفيد ما عمركم تفرقتوا؟ ما كنا تفرقنا ما تلقاناش فوق الخشبه ديال مدينه فنون اليوم لاعبين سبيكتاكل. يعني مازال قهوه وحليب حاضرين، مازال كاين. شنو هما البرامج ديالكم ولا شنو هما المشاريع ديالكم؟ دابا بهذا السبيكتاكل عندنا جوله ان شاء الله، بهذا السبيكتاكل عندنا به جوله ان شاء الله. كانت البدايه من اسفي، البدايه من ولا تيمه وراء، من وراها اكادير، من وراها اسفي. دابا ان شاء الله في الايام المقبله غنلوح لكم النضات ان شاء الله اللي كاينين، وشكرا لكم. كلمه اخيره بغيتي توجهها للمسؤولين، الناس اللي كانوا حاضرين معك اليوم، الناس اللي دعموكم باش توصل تخرجوا هذا المشروع للوجود. برايي كانوا الناس اللي حاضرين معنا، المسؤولين اللي تعاونوا معنا، كانوا حاضرين معنا اليوم، كنقدم لكم التحيه بزاف، شكرا لكم بزاف. واخا نبقى نقول ما غنحصيش، لا كاين الناس مسؤولين ديال اسفي، كاين سي اليس بداوي، كاين اشرف دندون، كاين رشيد بوقطايا، كاين الحاجه دليله اللي وقفت معنا، كاينين رضوان السباعي، كاين الدراري كاملين اللي وقفوا صحابنا. كنفرحوا فاش تشوفوا كنشوف ما دير لكم الناس يديهم. كنشوف وكاينين الناس اللي خاصهم يدعموك وما دعموكش، كاين اللي دفع لك التليفون، كاين اللي ما استقبلكش. ماشي المهم الحمد لله اليوم كتشوفوا ان المهمه تمت على الحمد لله بنجاح. بادر اخر كلمه. اخر كلمه كنبغي نشكر جريده صافي جود
وكنبغي نشكر الجمهور اللي جا حضر لينا واللي طاق فينا وطاق في العرض ديالنا. وان شاء الله كما قال لكم طارق، ان شاء الله باغي تشوفوا هذا السبيكتاكل، غتشوفوا به في الدور في المغرب في الدون كامل ان شاء الله ديال الشهر. شكرا جزيلا بدر، شكرا طارق، كنتمنوا لكم التوفيق. شكرا لكم بزاف. هاد الشباب يستحقوا الدعم، يستحقوا التشجيع ديالنا، خاصنا كلنا ندعموهم وكلنا نشجعوهم. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.